تعرف وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سمعت ناس كثير يقولون لك الحوقلة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء يغير حياة ناس بفضل الله سبحانه وتعالى. بس تعرف وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني أنت يا إنسان ترى مالك حيلة، لا تحول لك من حال إلى حال إلا بأمر الله، ولا فرج لك من بعد هم إلا بأمر الله، ولا يسر من بعد عسر إلا بأمر الله. فأنت في حياتك من الألف إلى الياء بأمر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت تخرج حيلتك إلى حيلة الله سبحانه وتعالى، تخرج قوتك إلى قوة الله سبحانه وتعالى، فتسلم أمرك بالكامل وتكمل حياتك، بس أنك تعلن احتياجك الكامل لله سبحانه وتعالى. يعني رزقك بيد الله، وسعادتك بيد الله، وتوفيقك بيد الله، ونجاحك بيد الله، حتى هدايتك تراها بأمر الله. استشعارك لهذا الدعاء ومعناه يخليك تقوله وانت مرتاح وقلبك يبغى يقولها اصلا، لانه عارف معناه، فيستشعر هذا المعنى العظيم ويسلم امره لله سبحانه وتعالى ويعيش حياته مطمن ومرتاح. سمعت ناس كثير يقولون الحوقلة، طيب من اليوم ابدأ الحوقلة وخل على لسانك دائما لا حول ولا قوة الا بالله، وشوف اثارها وعجائبها في حياتك. والله يسعدك.